دكتور تقول أنه لم يعد لدى مصرف لبنان قدرة على التدخل وإصدار تعميم جديدة. التعميم اللي أصدره مبارح هو ما بعرف البعض قد يعتبره تعميم وهمي، لأنه قبل ما يصدر هذا التعميم وقبل ما يرتفع هذا الدولار بسعر جنوني كان الدولار مثل ما هو هلأ. صح. أوكي، يعني شو صار؟ ما صار شيء. في شيء صار، في ناس كسبت ملايين بهالساعتين ثلاثة اللي ارتفع فيها، وناس خسرت كمان. يعني مين غير المعتر بيركض ليبيع آخر لحظة لما بشوف أنه فجأة بده يقشط سعر الدولار ليلحق حاله. صح. بس في ناس عارفة إمتى عم بيطلع الدولار وإمتى عم ينزل الدولار، عم تقدر تستفيد من هذا الأمر. نحن ما بنعرف من المستفيدين، وما بنعرف مين عم يرفع سعر الصرف، مين عم بيحرك سعر الصرف بالسوق السوداء. وأيضا هذا التعميم هو فعليا ما عمل شيء، يعني هو رجعه مثل ما كان. يعني لا، ما فينا نجي نقول انخفض سعر الصرف فعليا بعد هذا التعميم. ولكن السؤال، لماذا لم يعد لدى مصرف لبنان قدرة على التدخل مثل ممتاز. السابق؟ كمان تأكيدا على كلامك تكملة له، ولكن بمقلب آخر، لو ما صدر هذا التعميم نحن اليوم كان دولار 200,000. يعني كمان مقلب آخر أنه قدر يأخر شوي، بس برجع بقول لك ما بكفي، بحاجه لحلول حقيقيه تبدأ بالسياسي، وايضا الحكومه بتتدخل يغر عندها اجراءات ايضا اخرى. كنا حكينا عنها بموضوع السياسه الماليه وكيفيه سحب الكتله النقديه بالليره. طب ما بكفي الحكومه تتراجع عن قرار دوله الاسعار بالسوبر ماركت لانه خاطئ بكل المقاييس، بالتسعير عم يؤذي المواطن لانه عم يغلب الدولار وانتقلنا للتضخم الحقيقي، وبنفس الوقت عم بيخلي الليره لها كساد صارت ما لها قيمه. الليره لما انت تطلبي كل شيء منه بالدولار، فالمواطن طبيعي انت عم تدعيه لمزيد من التخلي عن الليره اللبنانيه. وبنفس الوقت وانا بشتد اللي عم بقول نحن ما لنا دوله شامله، ولكن بالواقع الحكومه اللبنانيه بتنتج بالسنه كلها 180 مليون دولار، بينما هي بحاجه لتشغل حالها بالشهر 300 مليون دولار. فبالتالي كيف حكومة بتروح لقرار دولة رشاملة وهي ما قدرت تقبض الناس رواتبها بالدولار ولا قدرت تعمل كل مصرفاتها بالدولار؟ لهيك نحن قلنا خلينا نطول بالنا، خلي يكون هذه الحلول كلها ضمن حل كامل. وللأسف اللي حذرنا منه بموضوع الدولار قلنا حيصير في ارتفاع بالأسعار أكثر وصار، وحيتأثر سعر الصرف بنسبة 20-25% وكمان صار. هنا عم نحكي على دولة السوبر ماركت اللي صار. بالتأكيد، وإذا هلا رحنا كمان على دولة البنزين هتاخدي كمان كارثة أكبر بموضوع التسعير. كمان الحكومة تقنيا ما عم بتساعد، يعني اليوم الحكومة تقنيا قلنا نحن لازم يكون في قدرة على سحب بالحد الأدنى بالسنة 70 تريليون من قبل الحكومة. سألونا المعنيين كيف قدمنا أطروحة، قلنا يا عم والله الدولار الجمركي لا بيقدم ولا بيأخر. لو بتعملوه بمليون ما في تهريب قبل ما بقن بالجمرك، وانتو بتعرفوا اصلا انه الحدود فلتاني، وبتعرفوا اصلا بالمطار وبالمرفأ انه عم بيكون في ما حدا عم يدفع النسبه المضبوطه. فروحوا الغوا الرسوم الجمركيه مثل ما عامله معظم دول العالم. اليوم التي في ار 11% بلبنان، بينما بكل الدول المحيطه لنا 16-17%. بنرفعه من 11-14 بحسبه منطقيه، بنعمل بين 60-70 تريليون ليره بالسنه. المبلغ اللي بدنا اياه لحتى نسحب كتله نقديه بالليره بصير موفر. ساعتها ماش بحاجة احنا كل مرة نقول لمصرف لبنان روح ضخ دولار لتسحب كتلة نقدية، بكون الحكومة اللبنانية عم تسحب هيدي الكتلة النقدية. طب هالحكي حكيناه من سنة بعده لليوم ما تطبق، وبعدنا منروح دولار جمركي 15، دولار جمركي 45، وكلهم بيعرفوا انه في تهريب جمركي وما رح يجيب نتائج المرجوة منه، أنجا يجيب 20% المتوقع منه. لهيك أنا اللي عم حاول أقوله، إيه صح اليوم انه المصرف المركزي ما عاد قادر انه يتدخل لحاله، بس كمان بصح انه الدولة تساهم. يعني الحكومة اللبنانية ليه هو بطل قادر يتدخل لحاله؟ يعني هل لم يعد لديه القدرة على ضخ مصاري بالسوق؟ أنا هشرح لك شو واقع مصرف لبنان اليوم. هشرح لك عمليا. اول شيء المصرف المركزي لما كان يحط مصاري على صرفه بالسنتين الماضيين كان يحطهم جزء بضبه من السوق او من الاحتياط الالزامي. هلا يقال حسب البيانات انه ما عم يستعمل الاحتياط الالزامي، وكل مره مطلع عليها وفقا للارقام اللي بتصدر على مصرف لبنان، انه ما حدا مننا اليوم يعني عنده اطلاع، ولكن على الارقام اللي بتصدر بالاعلام واللي بيصدرها مصرف لبنان كل 15 يوم بيصدر هو بيان شوفي عنده موجودات، بيوضح انه الاحتياط الالزامي تقريبا اما بينزل شوي اما بيطلع شوي اما بيبقى شو محله. واللي عميل حكى انه اللي بعلمنا انه هو عم بضب دولار من السوق، بس انا في شيء بدي اقول لك اياه. واليوم قبل هو 80 تريليون او 90 تريليون مع مصرف لبنان اليوم اللي هن ليره اللي دخلهم بالسوق. لما كان الدولار مثلا 30,000 كان بال 90 تريليون بضب 3 مليار دولار. بضب 3 من السوق بيسحب 3 مليار. اليوم هو 90 تريليون ما بيشتروا مليار دولار. يعني قدرة مصرف لبنان على شراء الدولار من السوق قلت.
يعني اليوم وطبعا ما فينا نقول هو عم بيستعمل كل التسعين تريليون، يمكن عم يستعمل 15 او 20. ال 20 على دولار 20 و 30 الف كانوا يضبوا بحدود المليار، اليوم ما بيضبوا 200 مليون دولار تقريبا. يعني اليوم هيدا الارتفاع بسعر الصرف كمان والتضخم بسعر الصرف الدولار مقابل الليره بيخلي مصرف لبنان رقميا بالليره اللي معه ما بيقدر انه شو انه يسحب الكتله من السوق. هلا اذا راح تبع ليره اكثر كفتنا مدومه اكبر، ممكن كمان عم نعمل مزيد من الارتفاع بسعر الصرف. هيدا من الناحيه التقنيه. وانسالتيني انت هل سعر دولار 140 الف اللي وصل له خلص اليوم دولارنا فعليا صار 140 واقعي هذا السعر؟ لا، هل هو واقعي؟ طبعا واقعي بالنسبه بحكي اللي وصل له بالسوق. إيه؟ اكيد انا بقول لك منه واقعي لانه في جزء كبير منه هو مضاربات وسياسه، وبدليل بيطلع بيان او كلمه من مصرف المركزي بينزل الدولار بنص ساعه 40 الف. كيف ممكن نعرف انه هذا السعر واقعي او هذا السعر غير واقعي الى اليوم؟ من يقدر اذا نحن ما عارفين قد ايه في عرض وقد ايه في طلب؟ ممتاز. من يقدر ان الحل من 3 سنين قلنا بنرجع نعيده بعد مره، نحن ما فينا نعرف قد ايه الهاي ريت للدولار بالنسبه لليره او اللو ريت الا لما نعمل كرنسي بورد. انت بدك تعمل مجلس نقد وبدك تفلت سعر الصرف سنه شهرين ثلاثه لتشوف وين بيوصل، وبعدين مين حكى وين سعره، شو ممكن نعمل اصلاحات لننزله. الا انه بلبنان هذا الامر اليوم بعده ما صار وما بتصور حيصير.